بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين. أعزائي التلاميذ، عزيزات التلميذات، نلتقي بكم من جديد مع مكون الإنشاء، ونواصل أسلوب الجمع بين الوصف والحكي. واليوم إن شاء الله تعالى سنضيف الحوار، أسلوب الجمع بين الوصف والحكي والحوار. أهداف هذا الدرس: سنتعرف معنى الوصف والحكي والحوار، إدراك تقنية الجمع بين الوصف والحكي والحوار في موضوع واحد، يستثمر المتعلم المعطيات وينتج لنا موضوعاً إنشائياً في الوصف والحكي والحوار. نعم، أولاً ما معنى الحكي؟ وتعرفناه في الحصة السابقة، قلنا بأن الحكي هو السرد ورواية الأحداث، يعني سواء كانت هذه يعني أحداث قصة، سواء كانت واقعية أو ممزوجة بالخيال. وتحدثنا عن عناصر الحكي، قلنا بأن الراوي والشخصيات، الزمان، المكان، الأحداث، الوصف والحوار. وقلنا بأن الحوار مهم يعني في فن التعبير القصصي. الوصف وهو وسيلة من وسائل التعبير، يحاول المتكلم أو الراوي أن يصف ملامح وصفات الشيء بطريقة فنية، وذلك لتقريب الشكل إلى ذهن القارئ أو المتلقي. والوصف يستخدم للتعبير عن الجمال والقبح. يختص الوصف بوصف العاقل أو غير العاقل والأماكن التي تدور فيها الأحداث. الحوار وهو الذي سنضيفه اليوم إلى جانب الحكي والوصف. الحوار هو عنصر أيضا مهم في عناصر أو من عناصر السرد القصصي، ويعد تقنية من تقنيات بنائه، كما أنه صفة لا تنفصل بأي حال من الأحوال عن الشخصيات القصصية. ولهذا كان الحوار من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الكاتب في إضاءة الجوانب المتعددة للشخص. فالحوار يهدف إلى التعريف بالشخصيات القصصية وتقديم المعلومات اللازمة عنها وبيان علاقتها بغيرها من الشخصيات داخل العمل القصصي، كذلك علاقتها بمكان الأحداث، وكذلك بالبوح أو الاعتراف، بالإضافة إلى الكشف عن الشخصية القصصية وتحولاتها المختلفة. إذن كما رأيتم بأن الحوار هو عنصر مهم في فن السرد. إذا رجعتم معي أبنائي الأعزاء، بناتي العزيزات، إلى يعني قصة سلام البقالي اللي بعنوان سر المجلد الغامض، ستجدون لا شك أننا رأينا فيها الحوار والوصف والسرد. واضح؟ فالكاتب عبد السلام البقالي، لاحظوا الحوار الذي دار في أول قصة، تذكروا معي جيدا عندما حللنا عنوان الصورة والصورة المصاحبة للعنوان وبدأنا القراءة. أول شخصية رأيناها هي الأم وردة وإيهاب يتحاوران، واضح؟ وهناك شطر آخر لما أتى الأب ليلا، لاحظوا بدأ عبد السلام البقالي يصفه أنه يرتدي ملابس يعني ثقيلة وشباه بالدب وكدب غليظ بهذه الملابس الثقيلة. والأحداث أن الطفل استقبله استقبالا حارا وطبع قبلة حارة على جبين يعني أبيه الباري. كذلك هناك رأينا الحوار الذي دار بين وردة ورندا، بين وردة وإيهاب، بين إيهاب وابنة عمه، بين يوسف النطاسي وكامل النطاسي، بين يوسف النطاسي وخيرة، بين يعني هناك حوارات بين إيهاب وبرهان بوريش كشخصية من شخصيات هذه القصة، يعني هناك حوارات، مفهوم الآن. وهناك يعني حوار ووصف وحكي في الآن ذاته، وأنتم تلاحظون أننا نقرأ القصة ونتعمق وحتى تتعقد الأحداث وتزداد تعقيدا، وفي نهاية المطاف وقع انفراج وهو الوصول إلى بلاد الشمس، ورأيتم الطريقة التي وصلت بها هذه الأسرة إلى بلاد الشمس. إذن أنتم تعرفون هذا بشكل مفصل، لأن منذ بداية السنة ونحن نحلل هذه الرواية حتى أنهيناها وعرفنا أحداثها وشخصياتها وزمانها، الزمان والمكان الذي
وظفت فيه هذه الأحداث على حدة. واضح؟ إذن دعونا نقرأ مثالا لكي نعرف كيف نمزج بين الوصف والحكي والحوار. نعم، صفحة 204. لم تكن أمي ناجحة في عملها في مصنع النسيج فحسب، بل كانت أيضا ربة بيت متميزة، فليست هناك سيدة في الحي تصنع خبزا كخبز أمي. كنت كلما جئت من المدرسة واقتربت من الزقاق شممت رائحة خبزها الذي كانت تحرص على تهيئته على صفيحة من المعدن تضع فوقها النار. أما سر تلك الرائحة العجيبة التي تملأ الأنوف فالخميرة التقليدية التي كانت أمي تضيفها إلى العجين، وهي جزء من عجين مخمر. سألتها مرة: لما خبزك يا أمي لذيذ؟ لما خبزك يا أمي لذيذ ورائحته تملأ جنبات الزقاق؟ أجابت: إنها الخميرة التقليدية يا بني، إنك تحب أمك لهذا أنت تحب خبزها ربما، ولكنني أجد فرقا كبيرا بين خبزك والخبز المنتج في المخابز. نعم، إننا نحتاج في مرات كثيرة إلى خبز المخابز، ولكن الخبز المحضر في المنزل ألذ. حقا لا أحد يستطيع الاستغناء عن هذا أو ذاك، والإنسان يكدح طوال يومه في سبيل توفير رغيف خبز. طيب، إذن أنتم الآن تتبعتم معي هذا النص. دعونا نعرف أو نتساءل، نطرح بعض الأسئلة لنفهمه أكثر. إذن يحكي الكاتب عن في هذا النص عن أمه، ماذا قال عنها؟ قرأوا النص جيدا. قال عنها بأنها ناجحة في عملها، أنها هي ربة بيت، أنها يعني تصنع له خبزا جيدا، أنه يحبها حبا جما. كذلك ما الموصوفات التي وصفها الكاتب؟ فالكاتب وصف لنا الخبز، رائحته الشهية يعني تملأ جنبات الطريق، الخميرة التقليدية التي قالت الأم، هناك استعمال النعوت كثيرا في هذا النص، عناصر الحكي ثم الأطراف المتحاورة في النص. ده الأطراف هي هناك الطفل وهناك الأم، أو ما فقط متحاورة، ويمكن للحوار أن يكون فيه مجموعة من الشخصيات يعني للتحاور فيما بينها. كيف أكتب نصا أجمع فيه بين الوصف والحكي؟ إذن علينا أن نتبع الخطوات المبينة في الجدول لكتابة نص. أتحدث فيه عن طريقة أمي مثلا في تحضير الخبز، أمزج فيه بين الوصف والحكي والحوار. أحد الوصف، الكاتب وصف لنا الخبز، استعمل الجمل الفعلية والاسمية، حوار هناك الطفل والأم، سؤال جواب. سؤال جواب دائما نضع شرطة في بداية كل سؤال دون كتابة الأسماء. الحكي، فهو حكى لنا عن حالة أمي الاجتماعية، فهي لم تكن فقط هي ناجحة في معمل النسيج، بل هي أيضا ربة بيت، هي تعمل، هي كذا. واضح؟ يحكي عن حبه لخبز أمه، ويحب خبز أمه جيدا، ويحكي عن طريقة أمه في تحضير الخبز، واستعمل كذلك الجمل الفعلية والجمل الاسمية. حاولوا أنتم أن تستثمروا النص الذي قرأناه والمعطيات التي هي أمامكم لكتابة نص يعني سردي تجمعون فيه بين الوصف والحكي. واضح؟ لاحظوا الأساليب التي استعملها، فلم تكن، بل كانت، سألتها مرة، كنت، لم، ربما، حقا. حاولوا أن تأخذوا يعني شيئا من هذه الأساليب ووظفوها، على اعتبار رجعوا إلى الموضوعات التي طرحت في الصفحة 104. مثلا زرت مخبزة عصرية فجرى بينك وبين صاحبها حوار، صف المخبزة واحكي عن طريقة تحضير الخبز بها مثلا. يبني نصا تجمع فيه بين الحكي والوصف والحوار، تتحدث فيه عن علاقة فلاح بتعاونية للحليب،
حاولوا أن تختاروا موضوعا إنشائيا، وعندما إن شاء الله تعالى نلتقي إن شاء الله سأستمع إلى إنجازاتكم وإلى إنتاجاتكم الكتابية. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى فرصة لاحقة بإذن الله.